السلام عليكم. اليوم مع وصفات ام والدتكم بوصفه لامونا، شوفوها معنا. محشيه بكريمه الشوكولا، خفيفه خفيفه كانها موس. هذه خليتها عاديه غير بلا جولي، وهذيك درت لها شويه تاع سكر غلاس. يعني في العجينه كاين كاس نتاع الحليب، في الكريمه كاس نتاع الحليب، وشوفوا الكميه اللي قطعتها لي ما شاء الله، زوج خبزات ولا اروع. يلا تبعي معايا للاخير باش تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هاد لامونا تاع النهار اليوم. اذا العجينه واش فيها؟ العجينه ساهله، فيها كاس تاع الماء دافي، ندير معاهم ربع كاس نتاع الزيت، عندي لهنا مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز مع مغرفه كبيره تاع حليب غبره. ما عندكش حليب غبره ديري كاس تاع الحليب، يعني في عضمة ديري حليب غبره ديري كاس نتاع الحليب. ندير معاهم ثلاث مغارف كبار نتاع السكر، ثلاثه راح تكون كافيه. دوك هنا حبيتي تزيدي السكر زيدي حتى اربع مغارف، يعني ثلاثه راح يجي هذيك هي في الحلاوه. نزيد لهم شويه نتاع الملح هكذا باش نعدلوا الطعم بين الحلاوه يعني والملح. ندير مغرف صغيره نتاع لافاري تعطينا بنه للعجينه، ونزيد لهم مغرفه كبيره نتاع المزهر يعطينا بنه هايله للامونه تاعنا. اذا تقدري تستغني عليها لكن تعطينا بنه بزاف شابه. نزيد عليهم بياض بيضه، اذا ندير البياض في العجينه والصفار نخليه على جهه باش ندهنوا الوجه، ونخلط كل شيء مع بعض حتى ينسجم مليح. ندير عليهم شويه نتاع الفارينه ومغرفه صغيره نتاع خميره الحلوه لا ليفور شيميك، مغرف صغيره هي نص كيس. نخلط كلش مع بعض حتى تنسجمنا هذيك الاولى. يعني مهمه هاد الخطوه هذه انك ديري شويه فارينه وتخلطيها هكذا مليح. اذا من بعد نبقى نزيد في الفارينه، نحي لو فوي ونبقى نزيد في الفارينة تلمي العجينه. بسم الله. بعد ما لميت العجينه ونخلوها يعني تكون شويه تحسيها انه مازال تلصق في اليد هكذا باش تجيك لامونه خفيفه وما تجيش يعني مكدسه هكذا. راني نلم فيها، لاحظوا راهي لاصقه في يدي. في الاخير نضيف عليها مغرفه كبيره نتاع الزبده، والا لا مارغرين تكون طريه نتاعي ماهيش طريه بزاف، نخدمها شويه بيدي هكذا باش ندخلها في العجينه. اذا من بعد ندخلها في العجينه وندلكها شويه، ندخل كامل هذيك الزبده. لاحظوا غير في الغيسيبيون ندلك في نفس الوقت ونحل هذيك الزبده في العجينه الداخل، هكذا تحصلوا على عجينه اللي تكون طريه ورطبه. اذا هاي العجينه تاعنا، مع الاول تحسيها انه بدات تتفتت وتلصق، من بعد رايحه كامل تشرب هذيك الزبده وتحصلوا على العجينه اللي تكون رطبه وطريه. لازم تكون طريه باش تجيك لامونه خفيفه. من بعد نغطي العجينه تاعنا ونخليها تخمر على الاقل 30 دقيقه. مام هذا الصفار لازم تغطيه هكذا باش ما ينشفلناش وما يديرناش هذيك القشره اللي ما نحبوهاش. اذا نخلو العجينه تريح ونجوزو نجهزو الكريمه اللي نحشو بها لامونه. بالنسبه للكريمه واش نحتاج فيها؟ عندي هنايا ربع لتر نتاع الحليب اللي هي 250 مللتر ولا 25 سنتيلتر. واش ندير معاها؟ ندير معاها اذا ثلاث مغارف كبار نتاع السكر، هذه الاولى، الثانيه والثالثه ثلاث مغارف كبار نتاع السكر، مغرفه كبيره معمره مليح نتاع لا مايزينا، مغرف كبيره معمره مليح نتاع الكاكاو. اليوم حبيت نديرها بذوق الشوكولا. اذا نخلط كل شيء بارد في بارد وندير الكسرونه تاعي فوق النار. اذا نبقى نخلط حتى نشوف هذيك الكريمه تاعنا بدات تعقد. اذا هي بدات تخفر لي الكريمه تاعنا، الغليه الاولى نطفي، ندير مغرفه كبيره تاع لافاني سائله والا بودره، لكن السائله تمد لنا بنه للكريمات يعني حقيقه. ونزيد عليهم مغرفه كبيره ماشي معمره بزاف نتاع الزبده هكذا باش تجينا بنينه الكريمه تاعنا، ونخلطها مليح حتى تذوب هذيك الزبده. والنار لازم نطفيها
يعني لافاني دائما كي ديريها تكوني طفيتي النار باش البنه تاعها ما تروحش، اذا نبقى نخلط حتى تذوب هذيك الزبده. ونفرغ الكريمه تاعنا في ريسيبيون، لازم نحوها من الكسرونه هكذا. اذا وندلها بابي فيلم اللي يكون يلامس السطح تاع الكريمه تاعنا، اذا نديرو هكذا فوق الكريمه، لازم يكون يلامس السطح هكذا باش ما ترباليش القشره، ما ترباليش هذاك الندى من السخونيه نتاع الكريمه هكذا. اذا ندخلها للفريجيدير حتى تبرد مليح، الوقت اللي العجينه تاعنا راهي تخمر. من بعد ما خمرت لي العجينه يعني خليتها انا 30 دقيقه. اذا ها هي معنا، تحسوها طريه وخفيفه هايله. واش ندير دوك؟ ندير شويه نتاع الزيت في يدي ونقسمها. شوفوا لي العجينه شحال خفيفه، نقسمها على تلين. حنا حيديروا لي زوج خبزات متوسطين، والا يديروا لك خبزه كبيره، يعني كي يجوا زوج خبزات متوسطين يجوا احسن. اذا نسقم هكذا العجينه تاعنا باش تكون دائريه. طبيعه الحال ندهن البابيي تاعنا دهنه خفيفه، نزيد الخبزه الثانيه نديرها في السنيوه الثانيه. اذا ها هما زوج خبزات، نخليهم يرتاحوا هكذا شويه فقط باش كي نخبزهم يجوني ساهلين. نخليهم هكذا واحد زوج دقائق ثلاثه. بعد ما ارتاحت نفتحها اذا بالسمك، نعرفوا انها راح تزيد تخمر. نديروها رقيقه شويه باش كي تخمر راح تجينا هذيك هي. اذا نغطيهم ونخليهم يرتاحوا على الاقل 15 دقيقه هكذا باش تعاود تطلع لي العجينه. اذا بعد ما ارتاحت دوك واش ندير لهنا؟ نحكم هذاك الصفار البيض اللي سبق وذكرت لازم تغطيه. واش ندلو هذاك الصفار البيض؟ اذا ندلو شويه نتاع لافاني سائله، ما عندكش ديري شويه نتاع الحليب وشويه نتاع لافاني بودره. اليوم انا ما عنديش الحليب فقط خلاص لي، راح ندلو شويه نتاع لاكريم فخاش، والا ديري الحليب، يعني في زوج يعطينا نفس النتيجه. نخلط مليح هذاك الصفار البيض هكذا مع لافاني باش يعطينا بنه ويعطينا لون الشباب الليمونه. وندهن الوجه نتاع الخبزات. نسخن الفرن تاعي على 190 درجه، نسخنه مليح. اذا كان عندك فرن عادي شعليه غير من التحت، كي طيبوا من التحت شعلهم من الفوق. عندك فرن مروحه شعليه من التحت شعليه مروحه، ونطيبهم حتى يطلعوا يتحمروا مليح. اذا ندير في الاول التزيين، يبقى حسب الاختيار. انا عندي شويه هنا اللوز ايفيلي تقدري تستغناي عليه، لكن يعطينا الشكل المنظر وبنه. اذا ندلو هكذا شويه تاع اللوز ايفيلي على الوجه وندخلو الفرن طيبو، نعاود نرجع لكم. هذا وين طابت لامونه وخرجتها، انا ما حبيتهاش خشينه بزاف. قضيه تاع السمك قضيه ذوق، نخليها تبرد ونكملوا الوصفه. بعد ما بردت لي لامونه هنا عندي هذيك الكريمه راهي بردت كانت في الفريجيدير. واش ندلها؟ ندير نزيد لها نص كاس نتاع بودرة الشانتيي مع ربع كاس تاع الماء بارد والا حليب بارد، هنا ذاك الاختيار. ونخلطهم بالباتر حتى نحصلوا على كريمه. بسم الله. اذا ها هو القوام تاع الكريمه، شوفوا ضاعف الحجم تاعو وولات خفيفه. بعد الخبزه تاع لامون راح نقسمها على اثنين، لازم تكون بارده هكذا باش يعني ما تفسدلكش من الداخل وما تعجنش. هنا عندي موس تاع منشار يكون كبير. كيفاش نقسمها؟ دائما نحط يدك من الفوق وندير في الوسط ونبدا نقطع. ماذا بينا الموس يعني يكون هكذا طويل ونبدا نقطع وندور. اذا من بعد نرفد هذاك الجزء الفوقاني هكذا ونحطه لهنا. شوفوا الخبزه شحال خفيفه، انا حبيتها رقيقه ما حبيتهاش خشينه. اللي تحبها خشينه تصغريها والا ديري خبزه كبيره. من بعد هنا واش ندير؟ ندير نص الكميه تاع الكريمه اللي عندي. انا حبيت نديرها غير بالمغرفه، اللي حبت ديرها بلا بوش ديرها بلا بوش. شوفوا شحال خفيفه هذيك الكريمه، كانها اون موس. اذا نحشي بها هكذا الخبزه تاعنا تاع لامونه. بعد ما كملت وحشيتهم انا عندي كميه تاع لاجولي كنت سخنتها، لازم تسخنيها. وشنو هي لاجولي اذا باش تعرفوها؟ هي جولي طبيعي. اذا ها هي معنا،
يعني تتباع، يبيعوا دوزان الحلوى نديروها فوق الفاكهه، نديروها هكذا فوق لامونه، يعني تعطينا بنه. بعد هنا واش ندير؟ نحكم ان بانسو وندهن هذيك الخبزه تاعي كامل بلا جولي، يعني يعطيها واحد البريق ويزيد لها واحد البنه هايله. اذا نكمل كامل ندهن الخبزه نتاعي. اذا بعد ما كملت دهنتهم بلا جولي، يعني زوج خبزات، يعني كاس تاع الحليب، داروا لنا زوج خبزات حتى الكريمه فيها كاس تاع الحليب. اذا وحده راح نخليها هكذا سامبل غير بلا جولي، ووحده راح ندير لها رشه نتاع السكر غلاس. والتزيين يبقى دائما حسب الرغبه وحسب الاختيار. اذا ها هي لامونا تاعنا واجده معنا تاع نهار اليوم. الكل وحده طلبت مني اني نعاود لكم وصفه اخرى لامونا. اذا ها هي معنا الوصفه تاع نهار اليوم، ها هي معنا واجده، اللي كانت لامونا محشيه بكريمه الشوكولا الخفيفه، اللي يعني اللي كي تاكليها تحسي انها موز. لامونا تاعنا جاتنا بزاف خفيفه، انا لامونا ما حبيتهاش خشينه بزاف، لكن تحبها خشينه تصغري الخبزه والا ديري خبزه واحده كبيره. اذا راح نقسم لكم منها قطع هكذا باش تشوفوا كيفاش جاتنا هاد لامونا. بسم الله، شوفوا يعني حتى التقطاع تاعها هايل، رائع رائع، تحسي انها يعني خفيفه. اذا ها هي معنا، شوفوا هذيك الكريمه خفيفه في الوسط، هذيك لامونا جات خفيفه ريشه ريشه ريشه، رائعه. نتمنى انكم تجربوها، اللي اكيد راح تنال اعجابكم، خاصه اللي طلبوا مني وصفه لامونا. ها هي معنا دراري، يجوا مع الحشيه قهوه العصر ولا نتوما تشربوا بها قهوه ولا اروع. يلا جربيها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.